بسم الله والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة وأصيلا. إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النبي والذين آمنوا، أو مش نعرفوكم ببعض خصالنا اللي أنتم اليوم لغينا ومكمش حاسبينا وتقتلونا بدون شعور بالذنب وقتلونا وتحطوا في بالكم اللي أحسنتم صنعا بقتلنا، مانا حتى جنيننا يقتل على أيديكم الملطخة بالدماء. هي كلام إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا كلهم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلهم عند الله من المقربين من المرضي عليهم وهم بعيد عنهم غضب أحسن الغاضبين وهو مولانا رب العالمين. إن أولى الناس بإبراهيم، بإبراهيم مش برام، للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. تختم الآية 68 من سورة سبيدة آل عمران، لا فاميلي عمران كل بيدا لاس وسيرا، والله ولي المؤمنين هو ولينا أي تابعينه وعنا رابطة به مباركة، والرابطة دي كل ما يأتي منها محمي من غضب رب العالمين. وربي قالك راهو عذابي عليم من هنا، فهمنا من واحد من الذين آمنوا مع إبراهيم عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه السلام، والذين آمنوا بهذا النبي الخاتم اللي أنتم مكنش مؤمنين به، أنتم طرعين من حسابكم في شأن الأنبياء، يا ساقطين يا كلام يا نكرين. من أعظم ما نكرتم أن يكون محمد عليه السلام هو إمام المرسلين والنبيين أجمعين عليهم الصلاة والتسليم، والله ولي المؤمنين هو يدافع عنا. احنا ما عندناش كل يدافع عنا، كلكم جيتوا ضدنا ظلما وعدوانا وبهتانا، وانتم بعضكم في صحيفة العسل إلى حين، أما بعض طيب نضربوكم ضربة نزلاء يبدأ صفكم ينكسر وعددكم يهبط إلى أسفل ما يكون في عالم الأعداد، والنصر من عند رب العباد، وما النصر إلا من عند الله. وما رميت أي نحن نرمي فيكم اليوم بالصواريخ النواعوشكا بالمسيرات الانقضاضية وغيرها وغيرها ولا الاعتراضية، أعن نضرب والله يسدد رأمي أرمينا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، علاش يرمي فيكم بما خرجكم من الدنيا اللي عبدتوها؟ لأنكم أعداؤه، عدوتكم لمحمد عليه السلام يترتب عليها عداوة للرحمن. أنت وليت عدو للرحمن كل العرسك يا أقبح الحمقى يا شر ما ثم على الأرض وفي السماء وفي البحار وأنتم أهل الكتاب اللي أنتم ضد الكتاب العقيق، واخترعتم كتب عوض
التوراة والإنجيل الحقيقيين، وتبعتم كل ما نص إبليس عليكم وقال لكم ودعاكم إلى تسمية كتاب شبيب التلمود اللي واللي هو الصدارة بالنسبة للغافلين أنه التوراة، وبالمثل بالنسبة للكلاب اللي هما نازلين من بني صهيون، واليوم التقينا في مواجهتنا للشر مع ثلاثة عناصر نصيونية ممكن شروا أهل النيو إيفانجيليست الإنجليين الجدد، وعلموا أن النيو عندنا احنا هي سرطان، وثاني ثلاثة هو كلاب النتنين دي جويف لي سالو دو شاروني، والكلاب الكرب التابعين الأولين. أعطيكم نعطيكم الماء وخلونا على عروشنا، نعطيكم المال ودافعوا عنا، هيا هل يأتي عمرا معلت معاه الصفقة دي باش يدافع عنك، مش يبقى باش يبقى يدافع عنك، ولا سيأتيك عذاب الله من حيث لا تدري ولا ندري زاد. والسلام على أهل التوحيد الكرام.